وعليكم السلام. هلا هلا يا يبا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مسامحة يا يبا، ما انتبهت لك، كنت أكلم صديقي. مبين يا ولدي، أنت من كبرت، سوي روحك كله مشغول. قلت لك يا يبا كنت أكلم صديقي، مسامحة ما انتبهت لك. الله يسامحك، الله يسامحك يا ولدي. إنا لله وإنا إليه راجعون. انتقل إلى رحمة الله تعالى ورضوانه الحاج حسين أحمد عباس. الله يسامحك، الله يسامحك يا ولدي. فمن أراد الثواب فليتوجه إلى الجبانة. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا الله. مأجورين. يبا كان تجيني توديني المستشفى. الموعد الساعة 10. عظم الله أجرك أبو حسين. قلت لك يا ولدي أنا أعرف مصلحتك أكثر منك. وأنا مو جاهل، أعرف مصلحتي وين. إنا لله وإنا إليه راجعون. انتقل إلى رحمة الله تعالى ورضوانه. الله يرحمك يا أبو علي، الله يرحمك. سامحني يا أبو حسين، صار تشابه في الأسماء، أنا فكرت الوالد، الله يطول في عمره.